سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. السوريين اللي رح أحكي لكم عنهم اليوم قدموا شغلهم للطفل السوري. هن الفرقة المسرحية قدمت للأطفال السوريين بعدة أماكن الدعم النفسي من خلال المسرح التفاعلي. هاي الفرقة وقفت عملها للأسف قبل كم شهر بسبب ظرف صعب مرت فيه، فخليكن معنا لتعرفوا القصة الكاملة لفرقة بامبينو. اتأسست فرقة بامبينو سنة 2009 بمدينة دمشق، وبعد بداية الثورة تحولت للعمل التطوعي بمنطقة كانت من أخطر مناطق الصراع الدامي بسوريا، وهي الغوطة الغربية. وبعد سنة 2016 ونتيجة التهجير القسري انتقلت للعمل مع الأطفال بمحافظة إدلب. بتتلخص نشاطات فرقة بامبينو بإقامة ورشات دعم نفسي للأطفال وحفلات ترفيهية ونشاطات دائمة، هي عبارة عن حفلات، وكل نشاط بيختاروا له اسم ومناسبة لحتى يكون له معنى وأثر وقيمة عند الطفل. نشاطات الفرقة بتتركز بمراكز الإيواء والمدارس والروضات وتجمعات الأطفال. نشاطاتهم بتمشي على برنامج واحد مع تغير مضمون الفقرات. أول شيء بزينوا أعضاء الفرقة مكان النشاط بالبوالين والستريوبول وغيرها من أدوات التزيين، بيركبوا أجهزة الصوت، ووقت ببلش النشاط بيرسموا أعضاء الفرقة رسومات على وجوه الأطفال، بيختاروا رسومات محببة وبسيطة بيرسموها بألوان صحية سهلة الغسل والإزالة. بعدين ببلش النشاط من خلال الموسيقى الخاصة بالأطفال، وبيطلعوا أعضاء فرقة بامبينو لابسين الدمى والشخصيات الكرتونية يلي الولاد بحبوها مثل سنو وايت، ميكي ماوس، المهرجين، سبونج بوب، علاء الدين وغيرهم وغيراتهم. وبعدين بتعمل هاي الدمى مسابقات للأطفال مثل شد الحبل، الصحون الورقية الطائرة، تقليد الرقصات الضاحكة وغيرها. بتجي بعدها فقرة الساحر أو ألعاب الخفة اللي بيقدمها ساحر وهو واحد من أعضاء الفرقة. في ألعاب خفة بسيطة وسهلة ومشوقة مثل أنه يطالع الأرنب بالنطاقية السحرية أو الحمام الملون من كمه. وبعدها بتجي فقرة مسرح العرائس يلي بتقدم قصة ممتعة وهادفة. وبعد فقرة العرائس بتبدأ فقرة مواهب الأطفال مثل الغناء، الشعر، التمثيل، الرسم السريع. وبآخر النشاط بتوزع الفرقة هدايا للأطفال، وهيك بتخلص الحفلة. عمل الفرقة هو عمل تطوعي شبابي مستقل، ما بيتبع لأي جهة ولا بيتقاضى أي دعم أو راتب أو أجر. كان عم يقدم دعم كبير للأطفال بس لأنهم هيك بحبوا. بس اللي صار وببداية شهر تموز الماضي كانوا أعضاء الفرقة طالعين من مدينة إدلب باتجاه مطعم بوابة دركوش ليقدموا عرض مسرحي لأيتام من خلال حفل هن منظمينه. وبعد حوالي 7 كيلومترات وقبل ما يوصلوا لبلدة الشيخ يوسف بسهل الروج، انفجرت عبوة ناسفة موجهة استهدفت الباص اللي كانوا فيه. ما نعرف مصدر العبوة وسبب استهداف الفرقة يلي خسرت 3 من أعضاء شهداء بهالحادثة، وتعرض باقي أعضاء الفرقة لإصابات خفيفة ومتوسطة، بالإضافة لخسارتهم 90% من المعدات المستخدمة بالنشاطات مثل المسرح، أجهزة الصوت الخاصة والألبسة التنكرية. هذا الحادث المأساوي يلي تعرضت له الفرقة كان سبب لتوقفها للأسف بعد مسيرة حوالي 9 سنين قدمت فيها فرقة بامبينو دعم نفسي كبير لعدد كتير كبير من الأطفال وبعدة مدن. بنتمنى نرجع نشوف نشاطات وأعمال فرقة بامبينو مع الأطفال بأقرب وقت، لأنه النموذج منعتز ومنفتخر فيه للسوريين اللي هن دائما لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.